صباح الخير. المشي من خلال أجهزة كشف المعادن، هل ده آمن؟ واحد داخل فندق، داخل مطار، داخل محطة سكة حديد، بيتعمل له كشف على المعادن اللي ممكن لا قدر الله يكون فيها متفجرات أو كده، وجهاز يرن والعصاية ترن، هل الذبذبات والإشارات دي آمنة لصحتك وصحتك، بالذات لو واحدة ست حامل أو حد مريض أو حد عنده سرطان أو حد مركب جهاز؟ في الحلقة دي هنتناول الموضوع ده بالتفصيل وباختصار، وهنجاوب على كل الأسئلة دي. لو الموضوع ده يهمك تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المنقبادي، قناة طب وتنمية بشرية، أخوكم بكالوريوس طب عين شمس 91، ماجستير من ألمانيا 99. هدخل في الموضوع على طول. المشي او الكشف من خلال اجهزه كشف المعادن، هل ده امن ولا مش امن؟ الحقيقه ان ده سؤال طرحه كتير من الناس، واحد داخل مطار، داخل فندق، داخل منشاه كبيره، بالذات الناس اللي بتركب طيارات لازم يعدوا على فحص شامل لضمان سلامتنا. لما يزمر لو في معدن، لو في الجزمه، في الحزام، في المفاتيح، في الموبايل، مش عارف ايه، يروح الجهاز يزمر، وبالتالي لازم يشيلوا الجهاز ويعدوا تاني لغايه ما الجهاز ما يزمرش، حتى لو في كوينز او عمله معدنيه في جيبهم برضو الجهاز هيزمر. النقاش عن المخاوف الصحيه ده نقاش طويل وبقاله مده طويله في اوروبا، هل الجهاز ده امن او مش امن. وفي دراسات اتعملت في جامعه في فرنسا، جايب لكم منها البحث ده، وجامعه في المانيا، وقالوا انه الحقيقه معظم الاجهزه اللي موجوده في العالم كله امنه، وهنعرف دلوقتي ازاي. الاجهزه دي يا جماعه في حاجة اسمها الموجات الكهرومغناطيسية. ايه بقى الموجات الكهرومغناطيسية دي يا دكتور؟ كلمني عربي. كهرباء ومغناطيس. الفكرة قديمة قوي، ترجع للقرن 19، عالم اسمه ماكسويل. العالم ده احنا اتكلمنا عليه قبل كده، الناس اللي متابعاني في الحلقة بتاعت الاكثر كتب تأثيرا في تاريخ البشرية، وقلنا ان اينشتاين خد منه النظرية النسبية. هذا العالم هو اللي اكتشف المجال الكهرومغناطيسي. هذا العالم هو السبب ان حضرتك بتتفرج عليا دلوقتي، سواء في التلفزيون او في قناه او من الموبايل او من اللابتوب او من يوتيوب او خلافه، لان انت بتتفرج عليا بطريقه مباشره او غير مباشره بموجات كهرومغناطيسيه. طبعا استحملوني هشرح الحته دي فيزياء الاول. ابتدى بفكره بسيطه جدا، جاب حجر بطاريه او حجرين بطاريه، وصلهم بسلكين بمسمار حديد معدن عادي خالص، ولف السلك ده حواليه المسمار زي ما انتوا شايفين في الصوره، من السالب ومن الموجب. وجد ان في ذبذبات تتولد حوالين هذا السلك، وبهذه الذبذبات نشأت فكره توصيل كل حاجه عن طريق الكهرباء، لدرجه ان احنا بنوصل التلفزيون عن طريق الكهرباء، الثلاجه عن طريق الكهرباء، الواي فاي اللي حضرتك بتتفرج عليه ده لازم تحطه في كهرباء عشان يشتغل، لانه ده بيديله الموجات الكهرومغناطيسيه. وانت عشان تشوفني دلوقتي مش فاتح الواي فاي، الواي فاي ده بعت اشارات للموبايل بتاعك او للجهاز بتاعك ان بموجات كهرومغناطيسيه. الكهرباء بتمشي في السلك ده، بيتولد حواليها موجات كهرومغناطيسيه، والموجات الكهرومغناطيسيه دي ليها قوات. يعني لو حجر بطاريه مثلا مش زي ما يكون ب 220 فولت، فبتزيد او بتقل. نفس الفكره اللي موجوده في الجهاز اللي حضرتك بتعدي فيه عشان يشوفوا فيه معدن في جيبك او لا، لانه طبعا هو اتعملت الفكره اصلا عشان مسدسات. ازاي؟ لو انت معدي وهنقول في ايدك الموبايل، وداخل بالشكل ده، وانت داخل بالشكل ده، هتزمر. هتزمر ليه؟ لانه الذبذبات دي بتعمل موجات تتقابل مع الموجات بتاعه الموبايل. الجهاز ده زي ما انتوا عارفين عبارة عن عتبتين وعرض، عاملين زي الجون بتاع الكورة كده، عرضة فوق والقائمين. القائمين فيهم الجهازين اللي فيهم سلكين زي السلك بتاع الفكرة الأولانية. لما بتحصل الذبذبات وانت الموبايل فيه ذبذبات، بتقابل الذبذبات دي ذبذبات تانية في الجهاز، يعمل ايه؟ بيب بيب، يزمر. لو مفيش ذبذبات بتمشي الذبذبات بتاعته عاديه، مفيش حاجه بتعكسها، فما بيزمرش. السؤال بقى، الموجات الكهرومغناطيسيه دي ضاره ولا مش ضاره؟ الحقيقه انها مش ضاره تماما. ليه بقى؟ لانها بدرجه ضعيفه جدا جدا. ثانيا انها ما بتاثرش على
تركيب الخلية عكس الأشعة السينية أو أشعة إكس اللي هي خطر على الحامل أو خطر على الجنين. هذه الأشعة لو هي ضارة يبقى بلاش بقى الست الحامل تمسك موبايل، لو هي ضارة بلاش تمشي في الشارع عشان واي فاي، لو هي ضارة ما تولعش التلفزيون عشان الأشعة اللي طالعة منه، لأن نسبة قليلة جدا. أنت بتعدي وخلاص مرة وخلاص. ولكن في بعض الأماكن وبعض المطارات بتستخدم جهاز الإكس راي. إكس راي دخلنا هنا بقى في راديشن، في إشعاع. لو دخلنا في الموجات اللي هي بقى بس بتكشف على الأمتعة أحيانا بجهاز الإكس راي، ده ما ينفعش تحط عليه بني آدم، تعدي عليه الجهاز ده. ليه بقى؟ لأن الجهاز ده بيعمل صورة، صورة يبقى بيدخل إشعاع عشان ياخد الصورة ويطلع بيها، يبقى دخلنا في أشعة زي جهاز الأشعة بتاع المستشفى. عشان كده بنقول الست الحامل حتى لو ايدها اتكسرت ولا رجلها اتكسرت ما تعملش أشعة، نشخص كده، لأن الأشعة دي بقى اللي ممكن تأثر على الجنين. أما الموجات الكهرومغناطيسية وادخلوا الفنادق زي ما انتوا عايزين، منشآت الهامة زي ما انتوا عايزين، وسيبوا الناس تفتشكم بالعصاية دي أو بجهاز المرور ده بدون أي مشاكل، وسافروا وتوصلوا وترجعوا بالسلامة. وعشان أكد لكم الكلام ده، لو أنت عديت بالموبايل هيحصل إيه؟ هيقول الجهاز بيب بيب، إذا الموبايل فيه إشعاع. لو دي الأشعة الكهرومغناطيسية دي أختها في الموبايل، إذا الموبايل يمكن يكون أخطر من الأشعة، لأن الموبايل معايا طول اليوم. ولكن الحمد لله حتى لغاية دلوقتي بالنسبة للناس الكبار ثبت إن هذه الموجات الكهرومغناطيسية لا تؤثر على الإنسان العادي قدر الامكان. وان كنا عملنا حلقه ابعد طفلك عن الموبايل، لان الموجات الكهرومغناطيسيه على المدى البعيد لو استخدام طول اليوم ممكن ياثر بنسبه بسيطه على بعض الخلايا في الجسم، ولكن مش لدرجه المشكله الكبيره. لكن ممكن الطنين في الاذن، ممكن تعمل حاجات ذبذبات تخلي الواد ما يعرفش ينام كويس. فنبعد الاطفال بالذات الرضع عن الموبايلات قدر الامكان. اضرار الاشعاع ده عايز حلقه لوحده، لكن عشان نفهم ليه احنا بنبعد الحوامل عن انها تعمل اشعة في المستشفى، ملاش دعوة بالجهاز ده. الجهاز ده امن جدا للحوامل، وقلنا انه معمول بذبذبات بسيطة جدا عشان يقول لنا بس في جيبك عملة ولا هو الطفل عملة، يعني الحامل مش هتدي صوت زي ما قلنا لاي حد، الا بقى حد واحد بس ده علميا بقى مظبوط. لو مركب بيس ميكر اوف ذا هارت، لو مركب جهاز تنظيم سرعة ضربات القلب، الجهاز ده معدني حديد، او مركب اي حاجة ميتال، ساعتها هيدي صوت ممكن، وممكن يعني غالبا ممكن يأثر على الجهاز نفسه وممكن يعمل لنا مشكلة في القلب. عشان كده لو في حالة انك مركب جهاز بيس ميكر اوف ذا هارت، خلي معاك الكارت اللي بيقول لك انت مركب الجهاز ده في اي مطار، توريه للناس يبقوا عارفين ليه الجهاز بيرن. طب واحد يسألني او واحدة تسألني، افرض ان انا مثلا عاملة عملية في رجلي ومركبة مسامير وشرايح، هيزمر برضو؟ ما هي نفس الفكرة، تجيبي برضو صورة الأشعة وتوريها للضابط أو كده وانت معدي، أو تقرير بيثبت ان عندك. لكن دي مش هتأثر بقى على الشرايح والمسامير يعني، أو لو واحد مركب مفصل أو كده مش هتأثر على حالة المفصل. ما هي الفكرة في ايه؟ هو هيدي صوت عشان فيه متل، لكن مش معنى كده انه هيبوظ المفصل أو هيعمل تأثير. دي كانت فكرة باختصار عن موضوع الووك ثرو متل ديتكتور. مستني أسئلتكم ولايكاتكم واستفساراتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنمية بشرية.